الدرك المغربي يحاصر العرجة تزامنا مع سيطرة عسكر الجزائر عليها. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. شكلت صباح يوم الخميس 18 مارس الجاري القوات الأمنية والدرك الملكي المغربي حاجزا أمنيا كبيرا في الطريق المؤدية إلى ضيعات العرجة لمنع المزارعين المغاربة من الوصول إليها بعد وصول الموعد المحدد الذي أعطته الجزائر لإخلاء المنطقة من الساكنة. وأفادت مصادر محلية من أبناء المنطقة في تصريحات متطابقة أن الدرك الملكي والقوات المساعدة شكلا في الصباح حاجزا أمنيا كبيرا على الطريق الرئيسية لمنع المواطنين أبناء فيقيق من الوصول إلى مزارعهم بمنطقة العرجة بعدما تم طردهم من قبل الجزائر. وأضافت المصادر أن السلطات المغربية منعت المزارعين من الوصول حتى إلى الأراضي الموجودة في الجانب المغربي، وقيل لهم أنه لا يمكنهم ولوجها على الأقل هذا اليوم، وذلك بحضور قوات عسكرية وأمنية ودرك ملكي تشكل حاجز كبير لم يرى أهل فيقيق مثلها من قبل. كما أكدت المصادر إنزال غير مسبوق لمختلف التعزيزات الأمنية بأزقة والشوارع في قيق لمنع أي تحرك من قبل الساكنة والمزارعين للاحتجاج. جدير بالذكر أن عددا من ملاك ضيعات قصر سليمان بمنطقة العرجاء إقليم في قيق خرجوا للاحتجاج منذ الجمعة 12 مارس الجاري بعدما تم طردهم من طرف الجيش الجزائري من أراضيهم التي يستغلونها منذ عقود، الذي يستعد لضمها إلى التراب الجزائري، ومنحهم آخر أجل يوم الخميس 18 مارس الجاري لإخلاء المنطقة من ممتلكاتهم ونخيلهم التي تعد بعشرات الآلاف. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.